اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله سيدات بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طارق. اهلا بيك كابتن هيثم. منورنا ويعني لقاء معاك بيبقى ليه طعم تاني. حبيبي يا كابتن. وبنرحب باحد الصفقات الحقيقه اللي كانت عامله ضجه كبيره جدا، يعني صفقه ان شاء الله تفرق معانا وننتظر منها الكثير واحنا فرحانين بيها جدا في النادي الاهلي. بنرحب بمرال اشرف نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ منورانا. ربنا يخليك. اول نورك. مره طبعا في القناه ودي حاجه تسعدنا جدا. ربنا يخليك وان شاء الله مش هتكون اخر مره. ان شاء الله طبعا بالبطولات والكؤوس على ايدك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن طارق اجي لك، يمكن انت توليت المسؤوليه، قلت لي انا في الانترو يعني في نهايه الموسم السنه اللي فاتت ما حدش كان طالب منك حاجه، لانه طبعا كان الوضع يعني الفرقه كانت يعني النادي الاهلي شايف انه لازم يحصل تغيير على المستوى الفني. طبعا كل الاحترام لكابتن علي هاشم، ولكن انت مسكت في وقت صعب ولكن حاولت وخدت يعني زي ما تقول بصوره معينه وعلى اساسها بنيت. كلمني عن الفتره دي، فتره التولي المسؤوليه السنه اللي فاتت. طبعا تم تكليفنا بان احنا يعني علي بعد ما اعتذر في نفس الجلسه كده حصل اتصال. انت في النادي الاهلي ما بتعرفش تفكر، حتى انا كنت حتى عايز الموضوع انك تنقل من اولاد لبنات كانت محتاجه صحيح. تفكير يعني او استشاره او تسال ناس، ف ما خدناش وقت طالما النادي الاهلي عايز في اي مكان انت عارف ما نقدرش. انا متابع البنات، مش هم مش غربه عليا كفرجه يعني كاشخاص او كفرقه او تيم. انا بتفرج مع التمرين مع علي، بتفرج على الماتشات فانا عارفهم كلهم، عارف كل مميزات كل واحده وعيب كل واحده في الفرقه وبتشتغل. الفتره ما كانتش كافيه يعني، هي فتره علي الازمه فيها ان كانت الدروب ورا بعض فما فيش ما فاقوش. احنا كنا بنلعب على الجانب النفسي، ما بتلحقش حتى تحط حاجات كتير في شغلك ان انت تبان الدنيا عامله ازاي. انت لعبت على جزء نفسي، لعبت على حاولت بكل الطرق على قد ما تقدر. شاركنا ناس كانت ما بتشاركش مثلا لان برضو كان ظروف المحترفه والاصابات وكان في ازمه، انما كانت هي بالنسبه لي الشهرين طلعنا منها بحاجات ايجابيه كتير. هو ده اللي بقوله. هو ده بقول انت طلعت منه بقى بتصور بناء عليه بدات الموسم السنه دي، سواء في صفقاتك سواء في تدريبك سواء في المراكز اللي هتلاعب فيها اللاعبات. يعني فديتك ازاي الفتره دي بقى في البناء للموسم الجديد؟ انا حظي كويس، انا من بدري قوي مكلمين مرال. الحمد لله انا متابع سوريا وهي راجعه الحمد لله. عندنا القدام اذا كانت السلعاوي او رضوى مفنشه كويس، نوع يعني اللي موجودين بنجيبه بنحضرهم انه يبقى لهم دور، لان انا انت عارف انا ما بحبش دايما فرقه النجم او المجموعه. احنا تيم، احنا النادي الاهلي احنا تيم، لا قدر الله لو حد مش موجود يبقى الثاني عنده ثقه انه يقدر يشيل الموضوع دوت. هاله من بدري انا البوزيشن بتاعها مهم جدا حتى دفاعيا يعني. انا هاله من احسن الناس اللي بتعرف هيلب يعني ديفنس وان زائد التيم ديفنس بتعرف تقابل. مرال نفس البوزيشن، المرات بتلعب اكتر من بوزيشن من واحد لاربعه ما شاء الله. فبقى عندك حتى المحترفه اللي احنا اخترناها بتلعب في اكتر من بوزيشن. بقى عندي لو انت عايز تكبر يعني، هي الفكره كلها ورجوع حبيبه بيكو على ورانا نبيل. بقى عندي في كل بوزيشن عدد مش قليل، واللي في البوزيشن الواحد ممكن يلعب في بوزيشن ثاني، فانت كده عندك مانوفر عالي. دي حقيقه، دي انت بنيت كده عشان ما يجيش اخر الموسم تتعرض لنفس الموقف بتاع السنه اللي فاتت ان انت ما عندكش. صح، دي حقيقه. احنا قلبنا حتى لوكاس اتنيني عشان نقدر نستفيد، بان كانت واحد كمان كانت عندها ازمه. وعندنا من الناشئين عندنا جان الالفي لعيبه مميزه. بس هتقعد هي السنه دي موجوده، المفروض هي في ثانيه ثانوي المفروض ان هي موجوده. ومسجلنا اتنين صغيرين مع حبيبه بيكو، جايده خالد ونرمين ايمن. واحنا الفتره اللي فاتت دي كمان مصعدين بالتناوب بقى، كل كام يوم بنتين ثلاثه من 18، بنتين ثلاثه من 16، تقدر تشوف مين في المستقبل يقدر يتزق دلوقتي شويه. فالحمد لله احنا عندنا مفاتيح كتير دلوقتي ان شاء الله.